أعزائي المشاهدين، نلتقي هذا الأسبوع مع أحد الإخوان المهتمين في أصول التاريخ وفي الموروث الشعبي، وضيفنا عزيزي المشاهد لهذا الأسبوع له الكثير من النشاطات والأعمال، فقد فاز عام 64 بالمسابقة الأدبية التي أجرتها الإذاعة البريطانية، وكذلك ساهم في الكثير من البرامج التراثية لعدد من الإذاعات العربية، وكتب في مجال التراث والموروث الشعبي في العديد من المجلات الخليجية والعربية منذ عام 65، وصدر له مؤلف عام 68 من 3 أجزاء بعنوان حياة البادية، يحوي الكثير من مفردات التراث والعادات والتقاليد. باسمك عزيزي المشاهد نرحب بالباحث أحمد محارب الظفيري. يا هلا فيك أبو خالد. أهلا وسهلا، أهلا فيك في برنامجك لوحات شعبية. الله يبارك فيك أبو خالد. أنت لك أعمال عديدة في مجال حتى النجوم، في مجال الفلك والنجوم، سهيل والكليبين والمرزم وغيرها من النجوم، عندك معلومات قيمة جدا عن البيئة، والكثير من المعلومات تتعلق في بيئتنا وتراثنا وما إلى ذلك. لكن الباحث أحمد محارب الظفيري، احنا بنتكلم معك عن موضوع يهم برنامجنا، لأن برنامجنا برنامج شعر نبطي. نعم. وأنت عندك تعقيب على كلمة النبط. نعم. يعني تقول إن ما أدري تعقيبك، أنت تقول إن مو شرط يكون شعركم اسمه الشعر النبطي، أو منين جاءت كلمة النبط؟ أخ حمد، تسمية الشعر بالشعر النبطي تسمية غير صائبة وغير ملائمة لهذا الشعر. شو تبرر لإخوانك المشاهدين؟ أبرر لإخوان المشاهدين، لأن هذا الشعر الشعبي اللي موجود في وقتنا الحالي هو نفس الشعر اللي كان موجود بزمن العلامة ابن خلدون، عبد الرحمن ابن خلدون. توفي سنة 808 1405 ميلادي، يفصلنا عنه ما يقارب 600 سنة. فهو ذكر على عرب زمانه أنهم ينظمون الشعر ولكن لا يلتزمون بحركات الإعراب، وكلماتهم موقوفة الآخر، والفاعل والمفعول به والمبتدأ والخبر يبين من سياق الكلام، بالضبط مثل ما يفعل الشاعر الشعبي في وقتنا الحالي، فهو ينظم شعره بدون أن يلتزم بحركات الإعراب. نعم. والشعر هذا نعم هو قد يختلف عندما نعرض هذا الشعر على ميزان الشعر العربي، ولكن هذا الشعر هو شعر عربي حسب ما ذكرنا أنه ابن خلدون ذكره، وغير ابن خلدون أيضا ذكر لنا أبو العلاء المعري في زمانه، وأبو العلاء المعري ذكر أن في زمانه عرب زمانه موجود عندهم هذا الشعر، وذكر لأبو العلاء المعري اللي توفى 449 هجري و 1057 ميلادي، ذكر بالنص، ذكرنا حداء الإبل، ذكر وذكر أنه رافق عرب زمانه وقال أنه موجود عندهم الركباني وهو نوع من القصيد أو الغناء، وذكرنا أمثال على هذا الموضوع. وحسب ما ذكر أحمد بن عبد الله التنوخي اللي هو أبو العلاء المعري، ذكر يقول إنه تبعهم في الظعن وشاهدهم إذا جرهد السير وترجل النهار وتجاوب الحدات من كل صوب، فيقول كانوا اللي احنا نسميه حداء الإبل. فقال وذكرنا من أمثلة: يا حلوة العينين في النقاب لا تحسبيني قد مضى أصحابي، غني. وذكر لنا من جملة الغناء غناء أصحاب الإبل، بالضبط يشبه ما نشاهده في وقتنا الحالي. أما النسبة إلى أنه نبط والنبيط، فهذه وجدنا كتب التراث والمصادر أن كلمة نبط أو نبطي هي معيرة وازدراء. وجدنا عرب الجاهلية وعرب الإسلام ينظرون إلى الشعر إذا كان فيه مفردات أعجمية يقولون هذا شعر نبطي، أي دخلت العجمة في هذا الشعر، بينما شعرنا الحالي هو شعر عربي، كل المفردات عربية فصيحة، ولكن يختلف أنه مع الميزان الشعري، الموازين التي وضعها الخليل بن أحمد الفراهيدي، هذه الشعر الشعبي الحالي يختلف، فتسميته بالشعبي هي أوفق وأصح من تسميته بالشعر النبطي.
أما كيف جاء كلمة النبط والنبيط، أساسا الأنباط هم أقوام رعوية، رعاة ظهروا قبل الإسلام ب 500 سنة أو أكثر، وهؤلاء الأنباط الرعاة كونوا مملكة، سيطروا على السهول الموجودة شمال الحجاز، وكونوا لهم مملكة عاصمتها البتراء، هم سموها الصخرة، اسمها الصخرة، وهذه والصخرة عاصمة الأنباط. توسع الأنباط فيما بعد وضموا لهم جوف سوريا اللي ذكر لنا المؤرخين الرومان، ضموا لهم الشام سوريا والبقاع وشمال الحجاز، ودولة الأنباط تكونت هذه الدولة اللي كونها النبط أو النبيط اللي قلنا أنهم قبائل رعوية، وكانت لغتهم اللغة الآرامية، واللغة الآرامية هي فرع من اللغات السامية اللي هناك من يقول أنها عربية، والسامية والعربية فيها موضوع ثاني. هؤلاء الأنباط دالت دولتهم على يد الإمبراطور الروماني ترايانوس. ترايانوس قضى على الأنباط ودجوا الأنباط بالمدن والبلدان المجاورة، وأصبحوا أصحاب حرف ومهن الأنباط، فوجدناهم أخبارهم تأتي بالعراق وبالشام وبالبلدان. فعندما جاء العرب المسلمون الفاتحين وجدوا الأنباط أمامهم أصحاب حرف وأصحاب مهن، ولهم لغة خاصة تختلف عن لغة العرب الفاتحين، وكانوا العرب ينظرون إلى صاحب المهنة نظرة ازدراء، والأنباط أيضا لهم لغة خاصة بهم. فكان إذا تكلم الشخص كلام عربي غير واضح أو فيه مفردات غير عربية صافية يقولون هذا يتكلم نبطي. ووجدنا الفاروق عمر الخطاب كان يوصي العرب المسلمين بتعلم الأنساب، فيقول تعلموا أنسابكم لتصلوا أرحامكم، لا تكونوا كنبط أو نبيط القرى. إذا سئل الواحد ممن أنت قال من القرية الفلانية. ووجدنا الشاعر ذو الرمة غيلان بن عقبة بن نهيس العدو المضري، كان هذا شاعر أموي وكثير يتردد إلى المدن، فكان يزدري بعض أهل الحاضرة في زمانه، لأنهم كانوا ينتسبون إلى بعض القبائل العربية، فكان يقول إذا قيل من أنتم يقول خطيبهم هوازن أو سعد وليس بصادقي، ولكن أصل القوم لو تعرفونه لو تعلمونه بحوران أنباط عراض المناطق. فالأنباط أساس كلمة نبط هي معيرة. فشعرنا هذا هو شعر شعبي شبيه بالشعر الشعبي اللي موجود بالبلدان العربية. عندنا موجود العتابة، عندنا موجود الزهيري، عندنا موجود المقامات والأزجال الأخرى، عندنا الميجنة والعتابة والنايل. لم يقولوا هذه أشعار نبطية، وإنما قالوا هذا شعر شعبي. نحن أتينا وسمينا الشعر السائد بالجزيرة والخليج وفي صحاري العرب بالشعر النبطي، وهذه تسمية غير صائبة ولا تستند إلى مستند صحيح. يعني مو علشانها ما تخضع القواعد اللغة، لا، كثير من الأشعار كثير ما لأنه حنا ذكرنا أنه أبو العلاء المعري وابن خلدون ذكروا في زمانهم أنه العرب في زمانهم ينظمون شعر بكل أنواع الشعر بكل فنون الشعر، بس ما قالوا له نبطي، بس ما قالوا نبطي. وابن خلدون سماه بالشعر البدوي. نعم. قال نعم هذا الشعر عرب زمانه. ابن خلدون توفي 808 1400، سماه بالشعر البدوي. وابو العلاء المعري ذكر لنا حداء الابل اللي احنا الان نسميه الهبال، يعني ذكر يعني يا حلوة العينين بالنقاب لا تحسبيني قد مضى أصحابي، وذكر من يقول إن غناء الإبل الحداء وغني فروحي لك الفداء، وغني إن غناء الإبل الحداء وغني فروحي لك الفداء، وهذه شبيه بحداء الإبل عند الورد. وذكر كثير من الأشعار عرب زمانه، وهو شعر غير موزون، هو حقيقة غير موزون، أما المفردات فهي عربية فصيحة لا غبار عليها.
واكثر شعرائنا الحاليين ينظمون شعرهم بمفردات عربيه فصيحه، وفي تقارب بعد، وفي تقارب بين الشعر اللي قبل 500 سنه وشعرنا الحالي، فكيف ناتي ونسمي هذا الشعر نبطي؟ نعم. هذا غير صحيح، التسميه غير صحيحه. هذا شعر ممكن ان نسميه شعر شعبي او شعر عامي، ولكن اذا قلنا هذا شعر عامي لا ينظمه فقط العامه، ينظمه هناك شيوخ وهناك امراء، لكن الشعر الشعبي هو الاوفق ان نسميه شعر شعبي. اي نعم، ما يخضع لقواعد اللغه، انه ما يخضع الى قواعد اللغه، بس الفرق انه لا يخضع لقواعد لكن اللغة. لكن المعاني قريب من كثير من أشعار المفردات عربية فصيحة، كل المفردات والمعاني أيضا عربية فصيحة. وأضرب لك أمثلة يا أخي الكريم، يعني لو تأخذ من راشد الخلاوي يقول ويا مبلغ مني منيع بن سالم قديم السبايا والجيوش القواطع، قديم جيوش من قديم يقودها بعاد المغازي طيبات المطامع. ولو ناخذ طال عمرك قصيدة بيت أذكر من بركات الشريف، بركات بن عبد المطلب بن حسن الهاشمي الشريف، يقول بيوم من الجوزاء يستوقد الحصى تلوذ بأعضاد المطايا جخاذبه. فشعر صح انه لو نجري عليه بعض مفرداته واضحه، يعني مفردات في واضحة. في بعض نعم. في عندك توضيح لمشعان بن هذال، وعندك مثل قصيده مشعان ابياته اللي يقول حنا شبات الحرب وانشبت النار وتفازعوا بين الجموع المشاهير، وحنا هل الجمع المسمى اليسار ومركاضنا يشبع به السبع والطير. المفردات عربيه واضحه. اي نعم واضحه، المفردات عربيه واضحه، ولكن نعم انه لا يتماشى مع موازين الشعر. نعم عندك الحداء، الحداء هو نوع من الرجز، لكن الشاعر البدوي ينظم بدون ان يلتزم بالاوزان، مستفعل هو ينظم بحكم انه فيه نبره صوتيه يحس فيها بالطرب، وهو بالضبط هو يعمل مثل ما كان يعمل اجداده عرب الصحراء بقديم الزمان. بس ما له مجال كلمة نبط ولا كمعاني، يعني النبط كمعاني قريبة من اللغة العربية ومفردات حيل قريبة. يعني لو تأخذ مثل راكان بن حثين، يمني بشر بريش العير راكان حنا طلبناها، هذا أبوه فلاح، فلاح نعم فلاح بن حثين، يمني بشر بريش العير راكان حنا طلبناها وكمل نشبها، ومن حشمتك سقنا طويلة الأثمان بنت الحصان اللي طوال حجبها، ما يستوي بالبيت نايم وسهران وتكثر نجوم الليل اللي حسبها. المفردات عربية فصيحة. نعم الوزن إذا رجعنا إلى الموازين اللي وضعها علماء اللغة والنحو، الخليل بن أحمد الفراهيدي، نعم هناك خلل بالوزن، ولكن كلمة نبط ما لها مجال للشعر هذا، ما تطلق أساسا. كلمة نبط هي تطلق على الشعر اللي فيه مفردات أعجمية. أضرب لك مثل، أعرابي بالعهد العباسي دخل إلى المدينة ليشتري ليتكيل، ودخل إلى سوق التوابل والبهارات، فعطس هذا الأعرابي، فقال له النبطي صاحب الدكان جبحان الله جبحان الله، فالتفت عليه الأعرابي وقال له يا ابن اللخناء، أي ابن المنتنة الوسخة، والله إن عطستي أفصح من تسبيحك. فكلمة نبط هي معيبة وهي معيرة، وازدراء العربية يزدرون الشعر اللي مفرداته غير عربية بكلمة إن هذا شعر نبطي، نسبة إلى النبط والنبيط. وهناك من يقول إن النبط والنبيط إنهم هم يستنبطون، جاء من استنبط أو نبط حفرة. نعم هذا موجود الجذر اللغوي، وقد يجوز أنه الأنباط في بدايتهم كانوا يستنبطون أماكن المياه أو يحفرون المياه، لأنهم حنا مثل ما قلنا الأنباط هي قبيلة من الرعاة في بدايتهم، وكونوا مملكة الأنباط اللي عاصمتها البتراء الصخرة، هم سموها الصخرة، ولكن الرومان سموها البتراء لأن هي الترجمة الحرفية لكلمة الصخرة البتراء. البتراء وانتهت دولة الأنباط، أنهاها مثل ما قلنا قبل شوي الإمبراطور الروماني ثرايانوس، ودجوا بين الأمصار والبلدان. يعني أنت من خلال توضيحك لأخوانك المشاهدين
تبين أن كلمة نبط يعني يا أما أنها تعمم على جميع الأشعار اللي ما تخضع لأوزان خليل بن أحمد. نعم. أو نعم. أو أنه يسمى الشعر الشعبي مثل جميع الأشعار. هو المفروض أن لا تعمم. أيه. المفروض أن كلمة نبط لا تعمم حتى الأشعار والأشجال والمواويل اللي بالبلدان العربية. كلمات عربية فصيحة أنا لا. بس ما تخضع القواعد اللغة. يعني ما تخضع. نطلق عليها شعر شعبي. شعر شعبي. نعم. ممكن. من وجهة نظرك أنت يعني. نعم. من وجهة نظري أن الشعر الشعبي هو الأنسب. نعم. أنسب من تسمية الشعر النبطي. تسمية الشعر الشعبي هي التسمية الأصوب. نعم. أما شعر نبطي. والله يا أخي شعر نبطي أنا ما أدري كيف حنا سمينا شعر نبطي أطلقنا على شعرنا اللي موجود بصحاري العرب وينظم البادية والحاضرة. البادية والحاضرة يعني وجميع المستويات يعني الأمراء والشيوخ والناس. نعم. وثم أبي أعرف يعني هل كان أبوك أو جدك يسمي هذا الشعر اللي ينظمه يسميه شعر نبطي؟ ما يعرف كلمة نبطي. صحيح. يعني حتى الشعراء الكبار خذ مثلا ابن لعبون أو خذ ابن ربيعة ما قالوا هذا شعر نبطي. هم ينظمون الشعر يعني وثم المفردات. خذ مثل شعر ابن لعبون يقول يا منازل مي في ذيك الحزوم قبلة الفيحة وشرقا عن سنام في سراب من جوانبها يحوم طافحات مثل خبز في دام. خذ ابن ربيعة اللي يقول يخاطب مشاري السعدون إن كان حنا يا خوالك عطاطير محمود تبطل شيمته واعتباره حنا هل العوجة وحنا المناعير وحنا ودينا جارنا من جداره. الكلمات عربية فصيحة ولكنها لا تتماشى مع الميزان الشعري. أي نعم. ما تخضع لقواعد. أما المفردات فهي المفردات عربية فصحى. أي نعم. وفيها تقارب من اللغة العربية في بعض. فيها تقارب كثير. بعض من الأشعار نبطية. يعني خذ مثل خضير الصعيلي يمدح عبد الكريم باشا الجربة. يا شيخ أنا جيتك على الفطر الشيب جزاني من دار المحبين دباب متخيرك يا منقع الجود والطيب لخيب الله للجاوي الطلاب نطاح طابور العساكر اليهيب ستر العذار اللي غش الزمن الضبضاب سلام من قلب محب بلا ريب له يستتاب الشاب ويشب من شاب. نعم. الكلمات فصيحة. نعم. مفردات عربية فصيحة. كيف أجي وأقول هذه مفردات نبطية؟ غير صحيح. وكثير لو تأخذ من الشواهد يا أخي الكريم يعني كثير يعني مثل هذا الشعر المعاصر ألا يذكرك ببعض أبيات مالك بن الريب اللي يقول تذكرني قباب الترك قومي ومنزلهم إذا نزلوا سنامة. يعني نفس بالضبط. أيضا بويد علي الرشيد يوم يقول أنا أعلان ربيع أعلان فأخت الرأي ورأي الجماعة. في أحد شعراء اللغة العربية لما يقول إن الذي بيني وبين بني أبي وبين. نعم. بني عمي لمختلف جدا. نعم. ففي تقارب جدا في المعاني كثير والتقارب كثير يا أخ حمد. عموما باحثنا أحمد محارب الظفيري أنت وضحت لأخوانك المشاهدين كلمة النبط ونظرك طبعا وجهة نظرك الخاصة. نعم. ومن خلال تقييمك ودراساتك لكثير من الأشعار وتاريخ دولة الأنباط تبين وجهة نظرك ان ما لها صحه. هي دولة. احنا ايضا هناك من الاخوان المشاهدين بعض الاخوان مهتمين اللي له وجهه نظر او شيء ايضا كل واحد على قولته. لكن انت اثبت في الادله واثبت من خلال الدراسات ان يطلق عليه الشعر الشعبي اشمل واوضح يعني اشمل واصوب. اي نعم. لانك الشعر النبطي هو على الشعر اللي يحوي مفردات غير عربيه فهذا شعر النبط او النبيط. اي نعم. وهي أساسها أخ حمد هي معيرة. نعم. يعني العرب العربي يعير الثاني إذا كان كانت الكلمة مو واضحة يقول له هذه كلماتك كلمات نبيط. عموما أنت وضحت لإخوانك المشاهدين. نعم. الباحث أحمد محارب الظهيري كلمة النبط وأصول الشعر الشعبي يمتد لعصر عبد الرحمن بن خلدون. نعم. ووضحت لإخوانك المشاهدين الكثير من دراسات وهذه وجهة نظرك ودراساتك وانت عندك الكثير من الدراسات وتمنى احنا ان شاء الله في حلقات قادمة تكلم معاك عن علم الفلك وعلم النجوم. الله يبارك فيك. وعندك ايضا عن المستشرقين اللي جاوا للدول العربية قبل. نعم. نعم. قبل اعوام كثيرة يعني. نعم. ففرصة سعيدة ان التقينا معك استاذنا احمد محارب. الله يبارك فيك. وان شاء الله نلتقي معك في حلقات قادمة
لتوضيح بعض المعلومات، ويا هلا فيك في برنامجك لوحات شعبية. شكرا. يا هلا فيك. شكرا.